من هذا المشهد الذي خلفنا من أبواب العاصمة دمشق، حيث يتجمع عدد كبير، وعلى أبواب العاصمة دمشق وأمام جبل قاسيون عدد كبير من الذين تم تسوية أوضاعهم اليوم. اليوم تغيرت البوصلة بالفعل. هؤلاء الشباب الذين تم تسوية أوضاعهم اليوم سيحملون السلاح باتجاه الحقيقي، باتجاه المجموعات الإرهابية المسلحة. أكثر من 170 شخص هم من قاموا بتسوية أوضاعهم اليوم وانتقلوا إلى الضفة الصواب، وهنا عند عقدة التروبيكانا على أبواب العاصمة دمشق. تحية لك. يعني اليوم الانتصار. الحمد لله عن نعيد فضل من الله، عمد من نعيد الحمد لله. كلنا كل أهالي الغوطة فضل من الله. سويت وضعك خلاص؟ الحمد لله. هلأ بدك تلتحق بصفوف الجيش؟ إذا الله راد. يلا الله يقويك. الله يحفظك. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ مين بده يحكي؟ تعال شو بتعمل. سويت وضعك خلاص؟ يلا راد. هلأ أبواب العاصمة صرت؟ ورح تحمل سلاحك بالجهة الصحيحة إذا الله راد. يلا الله يقويك. يعني أكبر وصغار مع الرئيس بشار الأسد. مرحبا. ميت مرحبا عم. كيفك؟ الحمد لله. انتهت تسوية الأوضاع وهذا المشهد الآن كثير عالم عرفت لوين لازم توجه بندقيتها. نعم كل بإذن الله. هلأ إن شاء الله على الإرهابيين، وإن شاء الله النصر لكل الناس، وإن شاء الله لكل سوريا، وفرج قريب إن شاء الله على الجميع. بدي أحكي بس كلمة واحدة. هذا المشهد الآن كلهم راح يحملوا سلاح مع الجيش العربي السوري بإذن الله. طبعا طبعا كله مع الجيش العربي ومع السيد الرئيس بشار الأسد. تم تسوية الأوضاع كم عدد كم شخص؟ شي بحدود 170 شخص والباقي على الطريق. يلا كلنا بدنا نحمل سلاح مع الجيش العربي مع الجيش العربي. بالروح بالدم نبديك يا بشار. بالروح بالدم نبديك يا بشار. يعني هذا المشهد الآن نبديك يا بشار. بالروح بالدم. هذا هو المشهد من هنا من أمام جبل قاسيوم من أبواب العاصمة عاصمة الياسمين. عدد كبير من شباب حرستا الذين تم تسوية أوضاعهم وانتهت تسوية الأوضاع، وخلال 24 ساعة انتقلوا إلى جانب الحق، إلى الجانب الصحيح، ليكونوا رفاق وزملاء مع الجيش العربي السوري. بيت شعر للسيد الرئيس. يلا نحن نهدي، نحن رجال الجيش العربي السوري أسود سوريا، نهدي دماءنا وأرواحنا، ونهدي تضحياتنا وبطولاتنا، ونهدي انتصاراتنا إلى الوطن وإلى سيد الوطن أسد الأسود وأسد العرب وأسد العربة سيادة الفريق بشار حافظ الأسد. بالروح بالدم نبديك يا بشار. بالروح بالدم نبديك يا بشار. والله والله لو أجلسوني على عرش ملك سيدنا سليمان وخلوني أحكم الدنيا الريح والإنس والجان، وعطوني كنوز الأرض الدهب واللولو والمرجان، وعرضوا علي بلقيس ملكة سبع بالمجان، واحتفلوا بملك أعظم احتفال، واستدعوا أجمل أميرات البلدان، وأجلسوهن تحت عرشي جواري وخدام، وملوا بهن القصر والديوان، وقالوا لي طلوب اتمنى، وقالوا لي طلوب اتمنى، شو ما بدك نعطيك كمان وكمان، بس بشرط انك تتخلى عن حبك لسوريا بلد السلام والأمان. بالروح بالدم نبديك يا بشار. بالروح بالدم نبديك يا بشار. وهددوني بكل غضب، وهددوني بكل غضب، قالوا لي فكر منيح وخليك متعاون وفهمان، ولا تضيع وهددوني بكل غضب، قالوا لي فكر منيح وخليك متعاون وفهمان، ولا تضيع الفرصة من ايدك وتضل طول عمرك ندمان. وصرخت بقى على صوتي، انا صرخت بقى على صوتي حتى رش كل المكان، والله ما فيني اتخلى عن حبي لسوريا ولا عن حبي للقائد بشار اسد اسود هذا الزمان. والله ما فيني اتخلى عن حبي لسوريا ولا عن حبي للقائد بشار اسد اسود هذا الزمان. شاء من شاء وابى من ابى. هات لنشوف. عزي وبلادي سوريا. عزي وبلادي سوريا. مالي سمعان سوريا. مالي سمعان سوريا. دكتور بشار سوريا. على خط النار سوريا. قوات النمر سوريا. مالي سمعان سوريا. على خط النار سوريا. عندك أب عرب سوريا. الله يحميك سوريا. عزي وبلادي سوريا. الله يحميكي سوريا. يعني هو مشهد الآن تجتمعوا الكل، من سوى وضعه كان يحمل السلاح أو كان متخلف عن الخدمة العسكرية، الآن مشهد على أسوار العاصمة دمشق لحمل السلاح باتجاه جهة واحدة. لكن كيف؟ كيف نحن كلنا مع هالوطن؟
أكيد مع قائد هالوطن ومع السيد الرئيس وضد الإرهاب ضد الإرهاب وكل من قام بحمل هذا السلاح ضد الوطن والجيش العربي السوري ونحن حماة هذا الديار وهذه البلاد بإذن الله تعالى. الله حياك. لحنا رجال الأسد، لحنا رجال القوى السورية، لم نهاب الموت ولا الاستشهادية. اربينا على المدفع والرشاش كلنا والروسية، وانشئنا على بوارجنا الحربية. قالوا عنك يا ابو حافظ اذا اشرت بيدك منرجع الغوطة والجولان بدون همسة او قضية، ومنخلي العالم يقول كان في مستوطنات اسرائيلية. وبوجودك يا اسد العرب تضل الك فدائية واستشهادية مثل ما طلقات الرشاش 1100 يا صقر العرب. الله سوريا. هذا هو المشهد، هذا هو المشهد من هنا من عقدة التروبيكانا. هناك كثيرون ممن عرفوا وايقنوا وجهة السلاح الصحيحة باتجاه الإرهاب، واليوم هم بعد ساعات قليلة سيكونون يحملون البندقية سوية مع الجيش العربي السوري، مع رفاقهم في الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة.